اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الورد النجاح. كما عودناكم نستقطب عده كفاءات في عده مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد سلطان الشحي. اهلا وسهلا بك سيد سلطان. اهلا فيك الله. شرفتنا في برنامجنا الاسبوعي الورد النجاح. سيد سلطان، نبي نعرف سيد المشاهدين مين بيكون سيد سلطان الشحي وكيف كانت بدايه حياتك المهنيه. هل هاي كانت هوايه لك من قبل وكيف يعني تم اختيار انك تفتح البزنس بالذات؟ شوفي، اول بداياتي المهنيه طبعا كنت افكر دائما في الالكترونيات وكنت احب الالكترونيات بصفه عامه. فابتديت في المشروع كبدايه، فكان عندي بعض التردد، لكن مثل ما تقولين الواحد يوم يدخل في المجال يعرف له اكثر ويتعلم منه اكثر فسبحان الله ابتديت كبداية طيبة والحمد لله مشيت عندي، اللهم لك الحمد. طيب سيد سلطان، خبرني أكثر عن الخدمات الموجودة عندكم أو أنواع المنتجات اللي تقدموها. المنتجات اللي نقدمها أول شيء بيع الموبايلات المستعملة، الموبايلات الحديثة، إكسسوارات الموبايل بصفة عامة، عندك الباور بانك، فيه الكاميرات بعد، يعني نحاول قد ما نقدر نقدم أفضل المنتجات الإلكترونية بصفة عامة. يعني الإلكترونيات بصفة مثل ما خبرتنا بصفة عامة بس، وفي عندكم خدمات تصليح صح؟ خدمات تصليح، نعم، صيانة للموبايل. طيب سيد سلطان، بما أنه تكلمنا شوي عن المنتجات، خبرني من وين بتجيب منتجاتك وإذا عندك أشياء حصرية؟ المنتجات أستوردها طبعا من الخارج وقد ما أقدر أني أحصل أفضل أو ألقى أفضل المنتجات إلكترونية، وشرط أنه يفضل أن الإلكترونيات تكون مثلا عندها مواصفات مواصفات معينة تواكب العصر، بما أنه إحنا في زمن تطور، فلازم زمن تطور مثل ما تعرفين الحين الشباب الحين يبون إلكترونيات مختلفة طبعا، من ناحية الواي فاي، من ناحية الكاميرات، من وايد أشياء يعني مختلفة. فالأشياء الغريبة هي الشيء اللي تلفت الانتباه في الإلكترونيات. خبرني شوي عن رؤيتك المستقبلية. رؤية المستقبلية يا أختي الفاضلة أني أطور من الإلكترونيات مثل ما تقولين، تستورد أشياء مو متوفرة وأشياء تكون حصرية وأشياء تفيد الشباب. بمناسبة أننا تكلمنا عن الأشياء الحصرية، إذا عندك أنت في أشياء حصرية؟ في أشياء حصرية لكن تحصليها من الدولة، لكن مش متداولة عند الكل. مثلا عندك الكاميرا عن طريق الواي فاي، يعني في أشياء تشوف، يعني تشوف بيتك وانت بعيد، يعني في أشياء تختلف شوية لكن مش متداولة بكثرة، يعني بس على حسب الجودة. على حسب، أيوة كنت بكلمك أنا، حسب الجودة أهم شيء. يعني في أشياء يمكن متوفرة لكن مقلدة وايد وجودتها تعبانة، لكن الغلاف مغري بسرعة، بتلاقي فيها مواصفات سيئة. الغلاف مغري والداخل شيء للأسف، يعني صح للأسف صار كذي وايد في السوق. وايد يعني في السوق وايد، لكن الحمد لله. طيب سيد سلطان، بما أنه تكلمنا شوي على المنتجات الحصرية اللي عندك، إذا عندك مواقع تواصل اجتماعي بس مش هنتواصل من خلالها تبعي. في عندي مواقع تواصل اجتماعي، في طبعا في الانستغرام، في بالسناب شات. أوكي باسم؟ باسم المحل ستايل للهواتف طبعا. طيب سيد سلطان، بما أنه تكلمنا شوية على الخدمات الموجودة عندك وتكلمنا على المنتجات، بس في خدمة الأونلاين، خبرني أكثر عن خدمة الأونلاين المتواجدة عندك. بالنسبة لخدمة الأونلاين صراحة هي الخدمة اللي ماشية والدارجة حاليا على الوضع اللي نحن فيه، خصوصا في هاي فترة الكورونا حتى، يعني حتى لو ما كانت في كورونا
خدمة الأونلاين دائما تعرفين أنت الشباب دائما سهلة ويبون الشيء يوصل لعندهم، فهاي الخدمة متوفرة معنا ولله الحمد. في الطلبات تكون على الانستغرام والسناب شات، طبعا فيها ارقام التواصل، ارقام التواصل مذكوره طبعا في الانستغرام في سناب شات حتى في الواتساب، والتواصل دائما يكون على الواتساب بصفه عامه، فالشباب او الخوات اللي يطلبون يوصل لي باب بيتهم. مناطق التوصيل في جميع الامارات، جميع الامارات يعني يطلب اليوم مثلا توصل الطلبيه الثانيه. نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان، والله يحفظ شيوخنا ولله الحمد، يعني تروح وانت مرتاح دائما في كل مكان لله الحمد في الإمارات. طبعا لكل مواطن وكل لكل مواطن ولكل مقيم، مش للمواطن حتى للمقيم، اللهم لك طبعاً الحمد. طبعا هذا اكيد بيرجع اللهم لك الحمد. نعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. في الختام في نقدم لهم رسالة شكر لكل شيوخ الإمارات. سيد سلطان، إذا عندك حد تبي تقدم له رسالة شكر كان دعم لك أو ساندك في حياتك المهنية. طبعا اللي دعمني وساندني في حياتي المهنية أول شيء طبعا الأقارب والأهل، لأن هم اللي هم العمود الفقري. طبعا طبعا هم اللي شجعوني ومثل ما تقولين هو التشجيع بصب حد ذاته هذا دافع. والله الحمد لله. الحمد لله. وحبيت أشكركم طبعاً كقناة أنكم جيتوا وقدمتوا لنا وهذا بعد بحد ذاته دعم. الله يحفظكم. شكراً لك سيد سلطان، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنين، إن شاء الله تفتح فروع ثانية بكافة. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تزورونا في المرات الجاية ويكون الفرع أكبر إن شاء الله. إن شاء الله. الله يطول بعمرك. وشكراً لك على حسن استماعك. الله يخليك. مشكورين. طول بعمرك. مشكور. في الختام أعزائي المشاهدين كان معنا السيد سلطان الشحي وهو من الكفاءات الموجودة في الإمارات. شكرا لكم على حسن المتابعة، واللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.